تكون الساعة تماما. عندما يكون العقرب على الساعة على الساعة على على 12 تكون الساعة تماما، والعقرب الصغير تكون على العدد أو على الساعة التي أريدها. يعني مثلا هنا العقرب الصغير على العدد 7 والعقرب الكبير على 12، هنا الساعة 7 تماما، هنا الساعة 7 تماما. أقوم بالتغيير تقريبا هكذا. هكذا أصدقائي، العقرب الصغير على 9، العقرب الصغير على 9، العقرب الكبير على 12. إذا هنا الساعة 9 تماما، 9 تماما. عندما يكون أصدقائي العقربان هكذا، العقرب الصغير على 10 والعقرب الكبير على 12، هنا الساعة 10 تماما، 10 تماما. عندما يكون أصدقائي العدد العقربان على 12 هكذا، كم تكون الساعة؟ تكون الساعة 12 تماما، 12 تماما. إذا أصدقائي في الساعة ذات العقارب، عندما يكون العقرب الكبير على 12 تكون الساعة تماما، نقرأها تماما، ولنقرأ حسب العقرب الصغير أين يكون موجود، الواحدة أم الثانية الثالثة الرابعة وهكذا. لكن أصدقائي في الساعة الرقمية تكون تماما عندما يكون العدد هنا مثلا، هنا الساعة 5 تماما، 5 تماما، هنا عدد الساعات 5 والدقائق 0، والدقائق 0، هنا الساعة 7 تماما، عدد الساعات 7 والدقائق 0، إذا الساعة 7 تماما. هنا أصدقائي يوجد أفعال نقوم بها أو أعمال نقوم فيها حسب الساعة. الساعة 7 تماما صباحا أستيقظ من النوم، نستيقظ من النوم للذهاب إلى المدرسة. في الساعة 3 تماما هنا العقرب الصغير على 3 والكبير على 12، إذا هنا الساعة 3 تماما في الساعة ذات العقارب. بينما الساعة الرقمية هنا عدد الساعات 3 بينما عدد الدقائق 0، يعني الساعة 3 تماما. هنا الساعة 3 نتناول طعام الغداء.